السيد بن جدو علاوة مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة قالما. الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة قالما حملة تحسيسية إعلامية تستهدف مختلف مستعملي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وهذا حول ظاهرة الغش في الحصول على الأداءات الضمان الاجتماعي خلال الثلاثي الأخير من 2023 والثلاثي الأول لسنة 2024، وهذا تحت شعار الحفاظ على ديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي مسؤوليتنا جميعا. وتستهدف هذه الحملة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وإعلامهم بعواقب استعمال بطاقة شفاء بطريقة غير شرعية، وإلى جانب زرع الثقة والتصدي لظاهرة الغش واستعمال الأداءات والإدراك بخطورتها على مستقبل المنظومة منظومة الضمان الاجتماعي، إلى جانب مهني الصحة من أطباء سواء في القطاع العام أو الخاص، العيادات بمختلف أنواعها المتعاقدة مع صناديق الضمان الاجتماعي، وهذا لتوعيتهم بالمخاطر التي تواجه منظومة الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني. الأهداف الرئيسية من هذه الحملة هي الغش في مجال الأداءات، يعني وإحنا رانا نشاهد يعني الظاهرة هذه بدأت تتمادى حيث أدت إلى مخلف. من أهداف الحملة هي الغش في مجال الأداءات والتصرف اللامسؤول لبعض المؤمنين أو شبه المؤمنين أو حتى مستخدم لديهم علاقة مع ضمان اجتماعي كالأطباء في القطاعين العام والخاص الذين يقومون بتحرير عطل مرضية مشبوه فيها. كما أن بطاقة شفاء تعتبر بطاقة شخصية ذات استعمال شخصي، ولا يمكن لأي شخص سواء المؤمن له اجتماعيا أن يستعملها لأغراض أخرى، كما لا يمكن للصيادلة المتعاقدين أو غيرهم من وضع هذه البطاقة على مستواهم، حيث أن هذه البطاقة كما قلنا هي بطاقة شخصية. وفي هذا الصدد يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتنظيم تظاهرات وأيام دراسية وإعلامية وتحسيسية لفائدة هؤلاء مهني الصحة المتعاقدين، وهذا بحضور كل من ممثلي النقابة الوطنية للصيادلة، ممثلي الأطباء، ممثلي الصيدليات، طب العمل وغيرهم، إلى جانب تنظيم لقاءات مع المجتمع المدني بتوعيتهم بمدى خطورة هذا الاستعمال الغير عقلاني أو الاستعمال الخاطئ لبطاقة الشفاء أو كما قلنا الأطباء في تحرير العطل المرضية الذي يرجع بالسلب سواء على رب العمل أو على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. إلى جانب لدينا ممثلي الصندوق مسؤولين اللي رايحين يقوموا بخرجات ميدانية، وهذا لتوعية بما مدى مسؤولية هؤلاء المؤمنين أو المواطنين أو غيرهم من أجل حماية المنظومة الصحية، من أجل حماية منظومة الضمان الاجتماعي وخلق توازنات مالية لتسمح لنا يعني في المستقبل الحفاظ على هذه المكتسبات، الحفاظ على هذه التغطية الاجتماعية بشكل أفضل وتقديم خدمة عمومية جيدة. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.